إن تباين أشكال الأرض ونشاطها الجيولوجي قد جعلها مميزة في مجموعات الشمسية هذه. علمتنا 3 عقود من اكتشافات الفضاء أن معظم الكواكب المجاورة لنا راكدة جيولوجيا إذا ما قورنت بحركة الأرض. كان الاعتقاد سائدا أن الظواهر الجيولوجية مثل الزلازل والبراكين والانجماد هي ظواهر لا علاقة لها بالطبيعة. قام العلماء في الستينيات بثورة في عالم الاكتشافات غيرت مفهومنا عن الأرض، حيث فسر الجيولوجيون هذه الظواهر المتباينة وفقا لمبدأ موحد اعتبروه سر نشاط الأرض، ألا وهو نظرية تحركات صفيحة الأرض. إذ بنيت هذه النظرية على أساس أن قشرة الأرض مكونة من عدة صفائح، قد تكون هذه الصفائح قارية بحجمها ومكانها، وتصل سماكتها إلى مئات الكيلومترات وتلتف وتنزلق حول الأرض. تحدث التغيرات الجيولوجية عندما تصطدم هذه الصفائح أو تنفصل أو تنزلق. تفتح أحواض المحيطات وتغلق، تنبثق سلاسل الجبال وتثور البراكين، يحدث كل هذا مصحوبا بزلازل لا تحصى ولا تعد، وتتشكل صخور ومناطق جديدة. ومع حاجتنا لمعرفة المزيد عن آلية باطن الأرض التي تسبب حركة الصفائح، إلا أن معظم العلماء اتفقوا على أنها مفهوم لا يزال قائما. تم اعتناق نظرية حركة الصفائح في الوقت الحاضر، ولكن قبولها واجه جدلا كبيرا. بدأت الاكتشافات في أوروبا خلال القرن 15. وضع الملاحون خرائط لسواحل العالم، واحتار العلماء بأمر التشابه القائم بين سواحل الأطلسي الإفريقية وسواحل أمريكا الجنوبية. قدم علم ألفريد فاغنر نظريته زحزحة القارات والتي تفسر هذا التشابه في العام 1912. يقول روبرت داغلاس من جامعة كاليفورنيا: يعتبر ألفريد فاغنر أحد الشخصيات التي تركت أثرا عظيما في الفكر الجيولوجي في القرن 20. لقد لاحظ كالذين سبقوه العلاقة الجغرافية على طول المحيط الأطلسي والتشابه بين قارات إفريقيا وقارات أمريكا الجنوبية. استنتج من هذا أن سطح الأرض غير ثابت ولكنه متحرك، وهذا بدوره قاده إلى فكرة انحراف القارات. لم تكن هذه الفكرة مقبولة في ذلك الوقت لدى الجيولوجيين، ولكنها في النهاية أصبحت أساسا لثورة حقيقية في عالم الجيولوجيا. دهش فاغنر بالخرائط الجيولوجية التي تبين أنواع الصخور المتماثلة والمستحاثات والتوضعات المعدنية في عدة مناطق مختلفة. لقد حيره هذا الاكتشاف كثيرا. يقول جاسون سليبي: بدأ فاغنر يلاحظ أن نماذج معينة تتشابه إذا حملت عبر أحواض المحيط، وخاصة في نصف القارة الجنوبي والتي انقسمت إلى القطب الجنوبي وأستراليا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا. وجد مستحاثات نباتية معينة تتشابه في هذه القارات، ووجد مناطق مناخية معينة ومناطق انجماد ومناطق فحم حجرية تتشابه فيها. هذا يتوافق مع مناطق تواجد القارات في الوقت الحاضر بالنسبة للمناطق المناخية السائدة. اكتشف فاغنر أثناء مقارنته إفريقيا مع أمريكا الجنوبية أن مناطق الصخور الفلزية في جنوب إفريقيا تتطابق مع تشكيلات مماثلة في البرازيل. تتراصف سلسلة جبال جنوب افريقيا بشكل متماثل مع السلاسل الجبلية في الارجنتين، كما ان مناطق الصخور القديمة في افريقيا تشكل استمرارا لتلك التي في امريكا الجنوبية. يقول فاغنر ان الامر يشبه مطابقة اجزاء ممزقة من صحيفة، وذلك بترتيب حوافها والتأكد من تطابق اسطر الكتابة، فان تطابقت نستنتج ان ربط الاجزاء بهذه الطريقة صحيح. تقول تانيا اتواتر: وهكذا جمع فاغنر قصة القارات ودونها مع الادلة التي استطاع الحصول عليها، وربما يكون هذا هو السبب الذي جعلنا نسمع الكثير عن فاغنر.
اقتراح فاغنر الذي يقوم على أن القارات كانت متصلة فيما مضى وانفصلت فيما بعد أثار شرارة جدل عظيم في الأوساط العلمية، ويبدو أن قبول نظرية فاغنر عن انفصال القارات خلق آراء متباينة فيما يتعلق بنصفي الكرة. تقول تانيا أتواتر: أعتقد أن الجيولوجيين الذين كانوا يعملون في القارات الجنوبية لم يكن لديهم شك في نظريته، لأن تطور الأجناس في هذه القارات كان جليا، وكونوا عدة أدلة جيولوجية متشابهة بين أفريقيا الجنوبية وأمريكا الجنوبية والهند والقطب الجنوبي عند اكتشافه. لقد كانت أجزاء من كتلة واحدة، ولكن معظم الجيولوجيين لم يعمل في القارات الجنوبية وإنما في أوروبا وأمريكا الشمالية ولم يتابعوا نظريته. انزعج العلماء كثيرا من التفسير الذي قدمه فاغنر عن كيفية انفصال القارات. يقول جاري إرنست: تركزت نظرية فاغنر على أساس أن القارات كانت تتحرك خلال أحواض المحيط، وكانت القشور القارية تتداخل في قشرة المحيط. لم يستوعب العلماء في ذلك الوقت كيفية تداخل القارات الصلبة في حوض المحيط الضعيف، وأن القارات تشوهت، مما أدى إلى تواجد سلاسل جبال. بدا لهم أن هذا تفسير غريب. تكمن نظرية فاغنر في آلية التحرك القاري على قوة الطرد المركزي لدوران الأرض والجذب المادي للقمر والشمس. عرض الجيوفيزيائيون الخلل في هذا الاستدلال. يقول جاري إرنست: أكثر النقاط صعوبة في هذه النظرية أنه ألمح إلى قوة الطرد المركزي لحركة القارات، وكان من المعلوم أن هذه القوة كانت صغيرة جدا، وأن الصخور كبيرة جدا وبعيدة عن مداها، ومن الصعب أن تشكل سببا لذلك. لذا كان من السهل على الناس أن يرفضوا فرضيته في ذلك الوقت، إذ بنيت على آلية بدت غير صحيحة. ولأن تفسير فاغنر عن حركة القارات لم يصمد، فإنه لم يستطع أن يقنع العلماء بأن القارات قد تحركت فعلا. تقول تانيا أتواتر: يحلو لبعض الناس القول إن العلماء لا يتقبلون أي فكرة جديدة بسرعة. أعتقد أن هذا كلام خاطئ. نحن حذرون ولا نريد أن نتبنى أي فكرة جديدة براقة إلا إذا كانت مدعومة بالأدلة والبراهين، وفهمنا عن الكيفية التي يتحرك بها العالم يعزز هذه الفكرة. لذا أعتقد أنه لم تتوفر لدينا أي معلومات واضحة تجعلنا نقبل هذه النظرية. ربما يكون العلماء فئة متزمتة، ولكنهم على درجة عالية من المسؤولية. توفي ألفريد فاغنر عام 1930 إثر أزمة قلبية بينما كان يحاول عبور غرينلاند. في عام 1940 انخفضت حدة الجدل حول تحرك القارات والتي كان ينقصها أدلة دامغة، ولكن نظرية فاغنر ظهرت مرة أخرى وتصدرت مجالس الجدل العلمية، ولكن بطريقة غير متوقعة. وتقول تانيا أتواتر: لكي نفهم حركة القارات يجب أن نعرف كيف تشكلت المحيطات وكيف تحطمت، ومعلوماتنا عن هذا قليلة، لهذا كنا بحاجة إلى تكنولوجيا جديدة. مغامرات علم المحيطات تعتمد على التكنولوجيا. أعترف أن من فوائد الحرب العالمية الثانية أنها قدمت التكنولوجيا الجديدة. أدت الحرب العالمية الثانية إلى تطوير تكنولوجيا جديدة كأداة مقياس أعماق البحار، والتي تقيس الأعماق باستمرار كي تتمكن القوات البحرية من الإبحار في المياه الضحلة. كان من عادة هاري هيس أحد قادة الاتصالات أن يقود سفينته معتمدا على مقياس أعماق البحار باستمرار، وكبروفيسور وجيولوجي في الحياة المدنية أراد هيس أن يتعلم الكثير عن طبوغرافية قاع البحر.
لقد اكتشف هس أن قاع المحيط لم يكن منبسطا كما توقع، وإنما تتناثر فيه جبال ذات قمم مسطحة أطلق عليها اسم جبال بحرية. ويمكن تفسير قمم هذه الجبال المسطحة ظاهريا على أنها نتيجة لحث موجات المحيط، ولكن ما السبب في وجودها على أعماق كبيرة تحت الماء؟ اعتقد هس أنه عثر على دليل لهذا الغموض عندما لاحظ أن الجبال البحرية الأكثر عمقا تقع بعيدا عن سلسلة حيد وسط المحيط. اقترح هس وزميله روبرت ديتس أن الجبال البحرية ما هي إلا جزر حتتها الأمواج عندما تداعت قشرة الأرض التي تحتها. ولتعزيز اقتراحهما عرضا نظرية أساسية جديدة أطلقا عليها اسم انتشار قاع البحر. يقول جاري أرنست: كون هس مفهوما خياليا جريئا أعلن عنه في العام 1962، ينص على أن سلسلة حيد وسط المحيط التي تشكلت حديثا كانت بالأصل موقعا للغلاف الذي تحت الحيد عندما تصلبت الصهارة التي ارتفعت وحملت جانبا بعيدا عن الحيد. وهذه العملية تشبه تماما تصاعد الرغوة في إناء الطبخ الحراري، فابتعدت بذلك عن المركز. الذي أثاره فاغنر هو أن القارات عامت أو انجرفت داخل أحواض المحيطات. وكذلك فإن الذي أوضحه هس وعلماء آخرون أن أحواض المحيطات نفسها انبثقت من سلاسل حيض أواسط المحيط، ومع مرور الزمن توسعت هذه الأحواض وانتشرت إلى الجوانب واستطاعت بعد ذلك حمل القارات، فقد بدأت متقاربة واتصلت بعدها فعليا في بداية الحيد بعيدا عن بعضها البعض بواسطة عملية التمدد. عندما نمزج بين عملية انجراف القارات وعملية تمدد قاع البحر، فإننا نتوصل إلى الكيفية التي حدث فيها الانجراف وإلى الزمن الذي تم فيه هذا الانجراف. إذا كان حيد أواسط المحيط يشكل قاع البحر باستمرار، فذلك يعني أن الأرض يجب أن تنمو وتنتفخ تبعا لحيد المحيط كنفخ كرة ببطء. ولكن العلماء لم يروا دليلا مقنعا لتمدد الأرض. كيف إذن يفسر وجود قشرة المحيط؟ اقترح هس أن أرض المحيط تغوص في حفر بحرية عميقة، وقال إن هذه العملية والتي تدعى اليوم الطرح تدمر السطح الذي تشكل من انتشار قاع البحر. وكما أن فرضية فاغنر كانت بحاجة إلى أدلة، كذلك كانت نظرية انتشار قاع البحر. أطلق هس على نظريته جيوبوتري، والبراهين التي تدعم هذه النظرية هي حقول المغناطيسية القديمة. يقول سكوت بوغ: تدل تسمية المغناطيسية القديمة على الحقول المغناطيسية القديمة للأرض. نحن نعرف ونتحدث عن المغناطيسية القديمة للأرض بسبب الدلائل الموجودة في الصخور. كثير من الصخور تصبح ممغنطة عندما تتشكل، أو تكون ممغنطة بسبب وجود الحقول المغناطيسية في ذلك الوقت. إذا استطعت أن تجمع عينة صخرية وتقيس كيف ومتى تمغنطت، فبإمكانك أن تتعلم عن توجيه الحقل المغناطيسي في ذلك الوقت. وضع الجيولوجيون في بداية الستينيات خرائط لمغناطيسية الصخور في كل أنحاء العالم، ثم جاء الاكتشاف المذهل عن قاع المحيط، حيث اكتشف علماء المحيطات نمطا غير عادي من الشرائط المغناطيسية الضعيفة والقوية في حمم قاع البحر. فريدريك فاين وأستاذه دروموند ماتيوس من جامعة كامبريدج احتارا كثيرا في هذا الأمر. هناك سؤالان حيراهما: ما الذي يسبب الأجزاء القوية والضعيفة من الأنماط المغناطيسية؟ ولماذا هذه الأنماط مخططة؟ ولكن سرعان ما أدركا أن تغير كثافة الأنماط سببه انعكاس الحقل المغناطيسي للأرض.
يقول سكوت بوغ: الدليل الذي لدينا والذي يثبت أن حقل الأرض المغناطيسي قد عكس في الماضي هو أننا وجدنا صخورا قديمة ممغنطة عكسيا، أي أنها ممغنطة باتجاه الجنوب أكثر من اتجاهها نحو الشمال. لقد كان هناك جدل علمي في البداية، لأنه كان من المعروف أن بعض الصخور يمكن وضعها في حقل مغناطيسي متجه إلى جهة ما وتصبح ممغنطة للجهة المعاكسة، وأن مثل هذه الصخور يمكن أن تتمغنط عكسيا. جاء الدليل عندما ذهب علماء من مركز البحوث الجيولوجية الأمريكية ومن أماكن أخرى في حملة حول العالم لجمع صخور من مختلف الأعمار، واستطاعوا أن يثبتوا أن الصخور التي جمعت من مختلف أنحاء العالم ومن نفس العمر لها دائما نفس القطبية، وأن الصخور التي كانت أصغر بسبعمائة ألف سنة كانت ذات مغناطيسية عادية، وأن الصخور الأكبر من سبعمائة ألف سنة كانت ممغنطة عكسيا. توجد أنماط كروية من القطبية المغناطيسية سجلت في الصخور. إن هذه الأنماط هي التي أقنعت الناس أن الحقل المغناطيسي نفسه هو الذي يقوم بتغيير قطبيته. لقد سجل فاين وماتيوس أن الأنماط المخططة المعاكسة تتوازى مع سلاسل الحيد. في سنة 1965 وضعا أفضل طريقة لتفسير هذه العلاقة، وهي انتشار قاع البحر. للتأكد مما توصل إليه درس فاين أنماط حيد المحيط المخططة، وتنبأ إن كان انتشار قاع المحيط قد حدث فعلا فإن النمط المغناطيسي في جهة ما من الحيد يكون مرآة أو صورة للنمط في الجهة الأخرى، وثبت أن تنبؤات فاين كانت صحيحة. تقول تانيا أتواتر: عرف كل من فاين وماتيوس الفكرة ونشرها بشكل مبهم في البداية، لكن بعد أن جمع فريد فاين مقاطع جانبية عديدة من سلاسل حيد مختلفة ووجد أن الفكرة صحيحة، بدأ يتحدث عنها لكل من يمكن أن يستمع. وفي كانون الأول من العام 1966 ألقى محاضرة في معهد سكريبس لعلوم المحيطات. محاضرته هذه غيرت توجه المعهد بأكمله. وصلت إلى المعهد كخريجة في كانون الثاني عام 1967. كان الجميع بحالة نشاط فوضوي بشأن الفكرة الجديدة. إنها طريقة مختلفة كليا لتفسير كل ما يوجد على قعر البحر. نشر اختبار آخر لقعر البحر فرضيات وضعها عالما الجيولوجيا توزو ويلسون ولين سايكس، اللذان اهتما بتصدع سلاسل الحيد في أواسط المحيط. إن حصل تمزق في معلم ما كشارع أو سياج فأدى إلى انشقاقه بواسطة هزة أرضية، يستطيع المرء أن يستنتج كيفية تحرك القشرة عبر الصدع بقياس اتجاه الحركة ومقدار النتوء. توقع العلماء أن تثبت هذه الفرضية صحتها بالنسبة لصدوع حيد المحيط، لكنهما أشارا أنه عند تكون قشرة جديدة فإن قاع البحر المتنامي يندفع عبر الصدوع في الاتجاه المعاكس. وبناء على دراسته لسجلات الأمواج الاهتزازية عن حيد أواسط الأطلنطي، استنتج سايكس أن هذا هو ما يحدث. أطلق كل من سايكس وويلسون اسم الصدوع المتحولة على تلك الفئة من التركيب الجيولوجي، مما أعطانا دليلا آخر على انتشار قاع البحر. عند اكتشاف الصدوع المتحولة استعد العلماء للحصول على عينات مكثفة من قاع البحر باستعمال سفينة الأبحاث جلومار تشالنجر. في العام 1968 أثبت حفر الجوف أن قاع البحر يصبح أقدم عمرا على بعد مسافة من الحيد. ومع الحصول على معطيات عن المغناطيسية وعن الصدوع المتحولة، أشارت عينات الجوف أنه لابد من حدوث تمدد وانتشار قاع البحر. فجأة تمكن العلماء من تفسير مظاهر جيولوجيا وتاريخ الأرض التي كانت غامضة لفترة طويلة. أصبح بالإمكان
تفسير توزيع المستحاثات والمناخ القديم، وكذلك توفر تفسير منطقي لكل من سلاسل الجبال والموارد المعدنية والصدوع الكبيرة وأنماط الحقل المغناطيسي. أدرك الجيولوجيون أن سطح الأرض تقسمه سلاسل الارتفاعات المتطاولة في قاع البحر أو سلاسل الحيد البحري ومناطق الطرح ومناطق الصدوع، وذلك إلى صفائح عملاقة انفصلت أو التأمت ببطء. في العام 1967 أظهر دونالد ماكنزي وروبرت بالمر مصطلح تكتونية الصفائح لوصف هذه النظرية الثورية عن الأرض. يقول جاري إرنست إن انبثاق مفهوم تكتونية أو تحركات الصفائح هو مثال لتطبيق مفهوم علمي. نستخدم طرقا عديدة للملاحظة مختلفة ومتفاوتة ولا تمت إلى بعضها البعض بصلة، ثم نقارب بينها ونربطها معا بقالب يفسر كل شيء. قبل معرفة الصفائح التكتونية كنا نعرف بوجود سلاسل الجبال، ولم نكن نعرف سبب هذا الانخفاض الهائل. عرفنا بوجود البراكين قرب حواف القارات، لكن لم نعرف لماذا. أوجدت نظرية الصفائح التكتونية تفسيرات وتوضيحات لتلك الحقائق الغامضة. إنها بمثابة مفهوم أو نموذج أوجد حلولا لحقائق جيولوجية كانت تبدو غير مترابطة، مكنتنا من التقدم لنصل إلى مستوى جديد من المعرفة. ويقول روبرت دوغلاس: لقد أصبحت نظرية تحرك الصفائح أو تكتونية صفائح الأرض واحدة من النظريات الرائدة في علوم الأرض. يمكن مقارنة هذه النظرية وفي كثير من الأوجه بنظرية تطور علوم الأرض. إن هذه النظرية تزودنا بمفهوم موحد نستطيع بتطبيقه معرفة وفهم مجموعة واسعة من العمليات التي تحدث في قشرة الأرض. لذا فإنني أعتقد، وهذا أمر جلي، بأنها أعظم إسهام قدم للفكر الجيولوجي أثناء تطوره. غيرت نظرية تكتونية الصفائح الطريقة التي ينظر بها علماء الأرض إلى عالمنا هذا تغييرا جذريا. قبلت النظرية في أرجاء العالم، لكن قبولها لم ينفي بقاء شكوك قليلة. يقول جاري إرنست: تواجه كل نظرية بمن يشك بها، وأعتقد أن هناك من يشك بنظريتي التطور وكروية الأرض، وقد تناهى إلى سمعي أن هناك من لا يصدق قيام رحلة أبولو، لا يصدقون أن بعثة حطت فعلا على سطح القمر. باعتقادي أن ظاهرة الشك ظاهرة صحية، إذ أن الشكاكين يختبرون صدقنا بشكل جذري. إننا نؤمن جميعا بأية فرضيات جديدة ونتقبلها كليا إلى درجة أن لا نتأكد من صحتها. إن وجود فئة شكاكة أمر غاية في الأهمية. ومع أن نظرية الصفائح التكتونية تفسر ظواهر جيولوجية عديدة، لكن تبقى عدة أسئلة تتعلق بكيفية حدوث هذه التحركات، فما زال علماء الأرض يحاولون فهم آلية النشاط الحركي. ويقول جيسون سليبيه: ولقبول التحدي الذي تمثله نظرية تحركات الصفائح، نعود إلى زمن فاغنر والجدل الأساسي الذي حدث آنذاك، والذي تركز على آلية الدفع. نعلم أن الأرض تسخن، وأن حركة الصفائح تتعلق بتصاعد الحرارة، وما لا نعرفه جيدا هو حركة هذا التصاعد. هل هو تأثير التيارات الصاعدة التي تباعد بين الصفائح، أم أنها الأجزاء الباردة من الصفائح التي تندفع نحو غلاف الأرض فتفرق الصفائح عن بعضها، أم أنه مزيج من العمليتين؟ هذا هو السؤال الذي يتركز حوله كثير من الجدل الآن في نطاق العمليات التي تتم عند سطح الأرض. أعتقد أن التقدم الرئيسي أو الاكتشاف يتعلق بمعدلات العمليات. ما هي سرعة حركة الصفائح؟ وما هي السرعة التي تتكون بها الجبال والتي تنخفض بها الأحواض، ثم تعود هذه الأحواض لتتحول إلى جبال؟
إن الثورة التي أحدثتها نظرية تكتونية الطبقات تركت أثرا عميقا بشأن نظرتنا إلى كوكب الأرض وتخطت حدود الحقل الجيولوجي. ويختتم دوغلاس حديثه بالقول: لم تمثل هذه النظرية مجرد وسيلة، بل كانت بالتأكيد إسهاما جذريا هيأ لنا أن ننظر إلى الأرض على أنها نظام موحد وكل مكوناتها مترابطة مع بعضها وتمثل جزءا من هذا النظام. هنا تتجلى أهمية فهم النظام البيئي لمتابعة وفهم هذا النظام، وهذه ناحية ضرورية جدا. في أواخر الستينيات لاقى كل من مفهوم انتشار قاع البحر وانفصال القارات قبولا واسع النطاق، وبالتالي جمعا في نموذج كروي، وهكذا ولد علم الجيولوجيا. لقد أوضحت نظرية تكتونية الطبقات أن الهزات الأرضية والبراكين وسلاسل الجبال وأحواض المحيطات مترابطة، وأنها نتائج للنشاط التكتوني الذي يحدث عند حدود الطبقات. ترينا هذه النظرية أن تنوع نشاط الأرض الجيولوجي هو نتيجة لديناميكية الحركات التي كانت تحدث منذ بلايين السنين. معظم الأبحاث التي تجري حاليا حول حركات طبقات الأرض تركز حول تسجيل حركات الطبقات التي حدثت خلال الفترات الأولى من تاريخ الأرض وحول فهم آلية تشكل الطبقات وحركتها. تتم آليات التشكل في أمكنة يتعذر بلوغها في أعماق الغلاف الأرضي. إن الكشف عن آلية حركات غلاف الأرض وعلاقته بصفائح الأرض يمثل واحدا من أكثر التحديات إثارة وأبلغها عمقا، والتي ستجابه علماء الأرض في المستقبل. حمام